انواع المتلقين. احنا تكلمنا انه ايضا من واجبنا ان نعرف او نتعرف على خلفيه المدعوين للاسلام الذين نريد ان ندعوهم للاسلام. طبعا في تنوع كبير في انواع المتلقين. في عندنا المؤمن بالوراثه، هي فئه كبيره، شريحه كبيره. انا بتبع يعني هذا دين بي اكيد يعني بيهم من ناحيه يعني اكيد ما عم يعلمون شيء غلط الى هنالك. طيب وعندنا ايضا المؤمن العاطفي، انا بحس فيها لما افوت على الكنيسه او لما اعمل يوجا بحس شعور رائع الى هنالك، تحب تحس معي على المؤمن. طيب ايضا المؤمن العالم، وهي فئه قليله للاسف، يعني المؤمن العالم احيانا اذا كان متجرد يعني unbiased او بتقول objective من السهل ان يتصل معه الى شيء ما او الى نقطه ما. طيب اذا انت ايضا كنت على درجه من العلم كافيه كي تصل معه الى مكان ما. طيب ايضا كمان سكبتك، طب بركي ما في الله، طب بركي ما في جنه، بركي متنا وما كان في شيء وذي اند وحطوا اسماء الممثلين، بركي نحن هلا مثل بالماتريكس مشكوكين من ورا ومدري شو كلنا هلا اللوجن وما بعرف شو الى ما هنالك، بركي هذا القران كان مثلا aliens جابوه والى ما هنالك. طيب انت انسان تشك. طيب ممكن كمان يكون في عندك الكاره العنيد، للاسف هذا من اصعب الانواع، واذا لم تتمكن كما ذكرنا من سيطرة او تماسك نفسك او يعني عدم الانفعال وعدم اللجوء الى اسلوب مصارعه حره فابتعد عنه وتجنبه. هذا الكاره العنيد. وايضا هناك يعني افضل يعني للاسف عمق الشهوات، وهم يعني ليسوا قله للاسف في مجتمعاتنا. هي ما خصني الذين ومدين، انا بدي اعيش بدي كيف بدي انبسط يعني بارتي بعد شوي الى هنالك. طيب وافضل فئه يعني هاد الفئه اللي لقطه مثل بيقولوا الباحث عن الحق. الباحث اذا كان فعلا انسان متجرد وموضوعي وصادق في البحث عن الحق، مش الباحث انه والله ابحث عن الحق وكذا الى هنالك، ما بكون فتح ذهنه معك لما تحاوره وكذا وما يعني ما بينتبه او منه فعلا سيريس او جاد في البحث عن الحق وفي سعيه. طيب اكيد لا يمكن ان نفصل تفصيله دعويه واحده لكل هؤلاء، ولكن كل ما ذكر سابقا من الحكمه ومن الموعظه الحسنه والتعامل والاحسان الى ما هنالك ينطبق على هؤلاء. المؤمن بالوراثه، اولا نبين ان الايمان هو عقيده واقتناع وليس اتباعا للاباء والاجداد. فبركي مثلا واحد اهلته ملحدين او بالحزب الشيوعي او بيعبدوا الاصنام والى ما هنالك، هل يتبعهم؟ بل يجب ان يتبع ما يقدم الأدلة أو الدين الذي يستند إلى أدلة عقلية واضحة كافية تبين أن هذا الدين هو الدين الحق. طبعا أنا إذا تركت الدين أبائي وأجدادي يكون خائن، لا، أنت إذا تركت البحث عن الحق فأنت تخون الحق. طيب أنت عم تكون عليك عم تعطل عقلك وتتبع بشكل أعمى. طيب أعطي حالك فرصة بكون مثلا عم بصوت أو لا ما بدي، طب فرصة واحدة خلينا نقعد نتكلم بهالموضوع إلى ما هنالك، give yourself a chance كذا، خلينا نحكي بهالموضوع. طيب انت اسمعني وبعدين فكر بالموضوع الى هنا، او اذا بدك مثلا تخلص هو مصر طيب خذ رقمي خذ ايميلي الى هنالك، تواصل معي اذا شيء يوم حسيت حالك فاضي. على الاقل شو بنخلي؟ بنخلي الصلاه، هون نقطعها خلص انت راحت عليك الى هنالك، لا ما بنقطع الصلاه، بنخلي الصلاه خير صلاه، اعطي لينك اعطي رقمك اعطي ايميل الى هنالك طيب للشخص حتى يتواصل يوما ما. في كثير اشخاص هيك يكونوا في تلك المرحلة أو تلك الفترة ما منه مهتم بالموضوع، بعد فترة تستغرب. أنا كان عندي طالب في دبي يعني سنة التخرج 12 جريد، كان يعني ما خصه ما هم يعني مع هو كان يعني مع أنه من عائلة مسلم يعني روسي مسلم، بس ما كان همه أبدا. بعد سنة بتصل فيه كذا بدي أشوفه، أنا بلشت صلي وكذا وإلى ما هنالك، ما شاء الله صار يصلي الفجر بالمسجد وحاضر. فأنت كيفك؟ شو اخبارك؟ شو عم تعمل؟ مش ضروري يمكن تجيب سيرتك بشكل مباشر بالكلام. مؤمن العاطفي كمان، فجأة انه العاطفه هي مش كل شيء. العقل هو الاساس والعاطفه تتبع العقل. طيب؟ فجأة نحكي عن الادله، نحكي عن الحقائق، نحكي عن الفاكس الى ما نتحاور حول هالموضوع. المؤمن العالم بدك تجاريه في العلم حتى تقدر تتحاور معه. اذا منك على مستوى انه انا بسالك اذا في حدا متخصص بهالموضوع مثلا، حتى نحكي معه تحكي معه بدبر لك موعد معه الى ما هنالك، اذا انت حاسس حالك مش قادر. وطبعا نحن يجب ان نتعلم اكثر حتى نجاري المؤمنين المتعلمين. انا متشكك سكتك ببلش معه خطوه خطوه، ببلش من اول خطوه من سكوير 1. طيب هذا الكون هذا الوجود
إله خالق ولا إجا هيك فجأة، هو موجود من الأزل. خلينا نشوف مثلا من خلال سبحان الله، من خلال الأستر فيزيكس، من خلال حسب أنت نظرتك واطلاعك بتجيب له الأدلة، وطبعا حسب خلفيته أيضا ليس من الحكمة شخص مثلا يكون ما أنه كثير متعلم تقعد تحكيه بالسكند ثيري أوف ثيرموداينامكس وإلى ما هنالك تجيب له ستيفن هوكينج وما بعرف شو شو قال فلان فلان بتضيعه. طيب حرك الناس على قدر عقولهم. طيب الطريقة العقلية المنطقية التدرج المنطقي والواضح في الدعوة هو المطلوب. طيب هذا المطلوب من الشكل التقني بيرفق شوي شوي بلش الحقائق تبني الحقائق واحدة ولا الثانية حتى تصل إلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، رد على الشبهات، تبينها، توضيحها، ويصل إلى درجة يعني الاطمئنان واليقين مع الوقت. قد يتطلب الموضوع بضع أشهر أو حتى سنوات. الكاره العنيد يعني إذا أحيانا للأسف هؤلاء هذه الفئة بتردع بينهم فرجين حجة مقنعة بيستهزئوا فيك وبغض النظر عنه بيردع لك بأسلوب كتير تافه يعني أو كتير يعني سبحان الله يعني ما في أدب ما في أخلاق فقطع أنت، بس كمان نفس الوقت حاول تخلي رابط خلي صلة. إذا استمر بأذى قطع للأسف مضطر تقطع، بس هو خلي عنده شيء يعرف كيف يوصل لك، عنده إيميلك، عنده مثلاً تليفونك أو بيعرف كيف يلتقي معك إلى هنالك، وأدعو له أدعو له بالهداية. طيب ما بتعرف في كتير أشخاص كانوا في هذه الدرجة، إذا بتعرفوا واحد من الحزب السويسري اللي كان عم يطالب بمنع المآذن وبنع بناء المساجد الجديدة أسلم، كان كارهاً عنيداً سبحان الله، بس ولكن طلع وتعرف وقرأ إلى هنالك وأسلم. ما تفقد الأمل بأي شخص. عبد الشهوات هذا الشخص بدأ تفهم حقيقة الحياة الدنيا، لأنه إحنا عنا يعني رغبات بحاجة إلى إشباع، صح؟ هل الإسلام يمنع إشباع هذه الرغبات؟ لا يمنع، بس ولكن يقنن أو يهذب كيفية إشباع هذه الرغبات. في يعني سبحان الله بدل الزنا والعياذ بالله في عندنا الزواج، بدل يعني واحد ينبسط مثلا بأجواء غير مقبولة يكون في يعني الشرب والإلى ما هنالك، في واحد ينبسط بشكل مباح يعني بنقول حلال، سياحة حلال أو الترفيه المباح إلى ما هنالك. يعني نفرجي أنه اللذة والسعادة الحقيقية ليست في هذه الأمور، هو بيعرف الشيء بعد ما يشرب ثاني يوم هانج أوفر ووجع راس الأخ إلى ما هنالك. بعد يعني اللذة هذه مؤقتة ومحدودة، بدك السعادة الحقيقية التي تدوم ولا نحتاج منك المال ولا المجهود، بس قوم توضى وصلي كذا تبعد عن الغلط بتحس بهذا الصفاء الذهني. وهذا طبعا يعني أنا من خلال سبحان الله معارفي وخلال أشخاص تعرفت عليهم يعني خلال تجارب شخصية أشخاص كثير بقولوا فعلا فعلا نحن كنا متوهمين إنه كثير ملل الواحد يكون ملتزم. It's boring to be a Muslim to be a committed practicing Muslim. يعني كانوا يروح على نايت كلوبز وكذا وإلى ما هنالك، بس بعد ما الإنسان بين إنه هذا وهم طبعاً الشيطان بيضحك عليه بتكون مثل جد الختيار قاعد بس بتصلي وبتصدق وكذا روح انبسط الظهر لاحق بعدين إن الله غفور رحيم بيعطيه أمل إنه حيعيش لخمسين ستين سنة حتى يتوب. طيب فبدنا نبين لهم حقيقة الملذات وهذه حقيقة السعادة، والبحث عن الحق سهل جداً، بحث عن الحق بين الأدلة والبراهين وسبحان الله الحجج. طيب بين إنه الإيمان هو يعني اقتناع وعقيدة وليس اتباع أمر، اتباع أمر مذموم وهو تعطيل للعقل وخيانة للحق، ما في خيانة للأهل بالعكس أنت إلى ممتاز. طيب نتكلم عن 10 نصائح سريعة عن كيفية الدعوة بنجاح. يعني لو كان عندنا متسع من الوقت لو ما كان برمضان كنت طلبت منكم تنسبوا إلى مجموعات، كل مجموعة تكتب 10 نصائح للدعوة، ولكن للأسف بسبب ضيق الوقت هلا الساعة 6 صرنا ساعة بعد رسم المقدمة خلال ساعة كذا مزح. طيب كيف ندعو إلى الإسلام بنجاح في 10 نصائح موجزة؟ سنعرض هذه النصائح نتكلم فيها بإيجاز ثم ننتقل إلى المحورين الأخيرين. طيب ونختم بإذن الله تعالى. طيب هذه النصائح القيمة. أول نصيحة كن مخلصا، أهم شيء الإخلاص. شو هو الحديث الذي يفتتح به أكثر كتب الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله. طيب فإذا النية، النية في 3 محطات لتفقد النية. شو هي 3 محطات؟ قبل العمل. قبل العمل. خلال العمل. خلال العمل. بعد. وبعد العمل. طيب أنا فت بهالعمل الخيري لله تعالى، مش لحتى يقولوا عنه واو ما شاء الله حطوا صورتي بالمجلة والمجلة وكذا كبرت على شوفه صوروني وأنا كنت هون أنا هناك.
طيب الله تعالى قبل ابدا يعني افتتح هذا العمل انه انا عم اعمل هالشيء لله تعالى، ما بدي شيء بالمقابل، ما بدي مديح الناس، ما بدي مال، ما بدي شهره الى ما هنالك. وخلال العمل دائما كيف تشك، دائما خليك سبحان الله عم تتفكر النيه. وبعد العمل هذا العمل اللي عملته خالص من الله تعالى تاكد بدا هذا الشيء المهم، ان الله سبحانه لا يقبل اعمالي الا ما خلص له. نحن لا ندعو من اجل الشهره وكسب اعجاب الناس ولا اي شيء من متاع الدنيا الزائل. طيب واحيانا تجي خواطر يعني للاسف سلبيه عند الانسان حتى يستفيد من الدعوه، هي فرق من الدعوه كمان تعرف واحد بينبسط او بيستفيد من بعض مكاسب اللي عم يدعمهم الى هناك، هذا امر مهم جدا ان نترفع وان نتنزه عن ذلك. طيب كن واثقا وعندك ثقه، في بعض الناس يكونوا مترددين المفروض بده يدعي الناس للاسلام ويكون خايف يكون عنده ارجيومنت اقوى من الارجيومنت تبعيته، طيب ليش خايف؟ ما انت متيقن ان الاسلام هو الحق. طيب لازم يكون على ثقه، طيب كيف نحصل هذه الثقه؟ من خلال العلم، كثره القراءه والعلم والاطلاع ومجالسه العلماء وسؤالهم سبحان الله، كل هذه الامور توصل الى الثقه، لان الثقه هي ثمره اليقين العلمي والاطمئنان القلب سبحان الله. النصيحة الثالثة كن هادئا، بعض الناس انفعالي وكذا، وتمين لك أن الإسلام هيك، الإسلام أيضا إلى هناك، من أنتم إلى هناك، طيب؟ كن هادئا، طيب؟ كن خلي عندك هالريلاكسيشن تكنيكس، في بعضها بيكون زي عد العشرة أو العشرة مليون إذا كنت تعصب كثير، طيب؟ اهدى تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو الناس، تخيل شخص فات بالة في المسجد. لو كنت انت شفت واحد فات تدور في المسجد شو بتعمل فيه؟ بتقوم له وبتشقف، بتعمل له ترانشات بتحطه بالفرن بتحطه على الفيسبوك بالاخير. طيب بتحطه كيف فتن قتل الشخص هذا؟ طيب احنا طبعا بنتكلم عن شخص جاهل اعرابي دخل وبال في المسجد، مش شخص فات اصلا، احنا بنتعامل معه شيء ثاني، بنحكي بمحاضره ثانيه. طيب محاضره الدفاع عن النفس. طيب فانا بنتكلم عن الهدوء، مهم جدا تذكر الهدوء الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس. طبعا لما تشوف باي حوار مثلا القنوات الفضائيه دائما تشوف ان الشخص الهادئ هو يعني شخص جذاب اكثر، طول معقول يكون هو معه الحق اكثر. كم من رجل محق منفعل وغاضب عنده اذنان وعنده فم واحد سبحان الله. طيب ليش نحن بنحكي اكثر مرتين من نسمع؟ حتى اكثر من بس مش بس مرتين، اكثر بعشرات المرات احيانا. طيب عندنا اذنان يجب ان نستمع اكثر مما نتكلم، كن مستمعا جيدا. او مثلا فرضا انه انت من النوع اللي عندك الشورت سبان ميموري بانا كثير منيحه، بدك تزيد الرامات عندك او تحط زي بقولوا ميموري كارد عندك زياده الى هنا. في كثير تقنيات لتدريب الذاكره، ابسط وحده انك تكتب، هو عم يحكي مثلا انت عم تسمعه عم تنصت جيدا، تكتب النقطه مثلا اولى مثلا حتى تدعي، او مثلا ما كان معك ورقه وقلم تستخدم ايدك بذهنك عم تقول مش عم تحكي. طيب حكي عن الحجاب، طيب ميراث بذهنك. طيب طيب فانت تكون سميت اصابعك باسماء الشبهات، تطلع على اول اصبع، هذا الاصبع هو الحجاب، مش بتلبسه حجاب بس متذكر انه هذا الاصبع نطقت فيه كلمه حجاب. طيب اما عن الحجاب فهو فرض وكذا وكذا، اما عن ميراث المراه طيب ففي حالات ميراث المراه مثل الرجل او احيانا اكثر من الرجل الى ما هنالك، اما فسبحان الله ففي كثير تقنيات بتساعد، هذه كلها بالميموري والسايكولوجي يعني بدرسوها، فبتساعد كثير على التذكر وحتى ما تقاطعوا للشخص، تنطر حتى يخلص وبتجاوب عليه. طيب هذا شيء كثير مهم، فعلا الاستماع دون مقاطعه يؤدي الى تفهمك لحالك المدعو، حتى ما يعني دونت جامب انتو كونكلوجنز، اي عرفت انت هلا حتقول لي كذا كذا، يعني لا ما بدي اقول لك هيك، بعرف هلا انت حت طول بالك، استمع للحاله، كون مثل الدكتور الشاطر بيستمع لحالك كلها او يفحص الحاله، بيعمل تشخيص صحيح وبعدين بيعطي العلاج، بيعطي الدواء. طيب لانه بعض الاطباء تعال بتديني دواء كذا بنصب لك دواء خذ، كون بعدك ما حكيت شيء فك لجوا بلاش تحكي، كون انك انت ما عندك هالمشكله سبحان الله. فاذا ليس من الحكمه ان نتسرع وان لا نستمع جيدا، تذكروا دائما النصائح ليس من الحكمه. طيب كن مساعدا، ساعد الناس من حولك في الجامعه مثلا، شخص مثلا ما اخذ نوتس اعطيه النوتس، شخص معه قلم خلي معك بين الاقلام سبير، خلي معك هيك مقلم كبير بلكي كل صفحه معه قلم حتى تنشر الخير وما شاء الله كثير هيلبفول للمسلم، سوبر مسلم او سوبر مسلمه طيب الى ما هنالك، وهذا كثير مهم بالدعوه سبحان الله. من خلال تجربه بالجامعه كان حوالي اكثرهم المان او مسيحيين او الى ما هنالك، يعجبوا بهالشيء وكذا، ليش عم تعمل؟ ما بدي شيء ريتيرن كذا، طيب شو السبب؟ الحمد لله الاسلام امرنا كذا كذا، طيب شو هو الاسلام الى ما هنالك؟ فبصير انت مثل ماجنت او
مغناطيس للدعوة. أسير ناس يجمع لك الخير خلقك ومساعدتك لهم، وسبحان الله هذه أمور كثير مهمة. أعطيكم مثال، في شخص منصر كان معنا بالجامعة، اللي كانوا معي بالجامعة بيعرفوا، فكان يعني همه الأول ينصر مين، ما بروح إلا عند المحجبات وعند المسلمين، يعني فنهتم بقومك بالأول أنا وأنا. طيب فتحاورت معه أول كذا مرة بالأول، بعدين كان في شوية تنشن لأنه argument counter argument، يحط لي رسالة بالبوكس تبعي، يحط له رسالة بالبوكس تبعه، أعطيني كتاب برد على كتاب هنا وهناك، DVD CD هنا وهناك. بعدين حكيت معه كيف، خبرني عن دراستك، كان عنده شوية صعوبات، حكيت له بلان، أنا كنت أعلى منه بصفين، بلان كيف يدرس وكذا، هيك كان عنده ريسيرش بيبر ساعدته فيه، أعطيته ريسورس، أعطيته مصادر. فسلوك خير متوقع مع شخص هو غريمك وخصمك سبحان الله. في إحدى الرمضانات طبعا الحمد لله لما رحت على عمره ذكرته دعيت له، رحت رجعت من العمره لقيته صايم ويتعلم الصلاه سبحان الله، منصر كان يدعو الناس الى المصلين، كنت مساعدا وكنت خلوقا سبحان الله، كنت موصولا كونكتد مش ديسكونكتد، موصولا بالله تعالى بالذكر والدعاء واجتناب الظاهر والجسم، لانه هذا البطاريه الروحيه الايمانيه كيف بتشرجها؟ من خلال الذكر ومن خلال الدعاء، قراءة القرآن، النوافع إلى ما هنالك، هذه بتخليك موصول بالله تعالى، وهذه بتزيد، هذا طبعاً هذا سر فعالية الداعية، هذا سر التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن تكون موصولاً سبحان الله. أيضاً تبسم كثير مهم، عادة صورة تبقى اللي حطوها بمسلسلات طيب وبعض البرامج، لأن المسلم إنسان عبوس لا تعرف الابتسامة إلى شفتيه إلى شفاهه طريقاً، طيب دائماً عابس، كأنه هو خلق هذا يعني شيء جيناتيك فيه إنه هو عابس. طيب طلع بس الناس وزهرهم وكذا إلى هنالك وإلى فعلا تبسم كثير مهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، وكان يعني هذه الابتسامة هي طبعا تجذب الناس ويعني تريحهم، وطبعا يجب يكون مصدرها هي القلب، حب الخير للناس هو دافع الابتسام لهم. أيضا إلزم الجماعة شيء كثير مهم، إنما يأكل الذئب من الغنم حلقها سيكون ينفر بسفرت فيها. واحد يبعد مثلا عن جماعة المسلمين، مش جماعة معينة أو حزب معين أو جمعية، طيب في الحمد لله في كثير جمعيات فيها خير وتعمل الخير، يعني ما احنا ما عم ندعو إلى شيء محدد الحمد لله، بس في بعض هذا لا يعرف عنه بتعرف مش عم بحكي، طيب فإذا البعض أبعد عنه، طيب فإذا مثل ما حكينا إنه إلزم الجماعة، تشاور مع إخوانك، تشاور خاصة مع العلماء، مع الدعاة، إذا خذ بنصيحتهم. وتخلي يعني هم الدعوة يجمعكم، وطبعاً هذه الحس الجماعة أو التيم وورك طيب هو الذي يساعد الإنسان في الدعوة ويجعله أكثر فعالية، وهذا أمر مهم جداً حتى ما يتفرد الإنسان أحسن، الإنسان يعني أكثر أحيانا عندما يتفرد في الرأي يشتغل من رأسه يخطئ، بينما عندما هناك شورى ويعني رأي الجماعة وتشاور والنصيحة يكون مصيباً أكثر مما يكون متفرداً. اصبر ولا تقنط ولا تحزن، ما تفقد امل، هذا خلاص شكله رايح الهمم دايركت بسرعه والى ما هنالك، هذا فلان لو اسلم مدري مين ما بيسلم، اسلم نتنياهو ما بيسلم فلان الى ما هنالك، ما تفقد الامل لاي شخص، خلي صله خلي لينك خليك على تواصل ولو بحد ادنى من التواصل مع الشخص المدعو، وقد ما كان هو مبين عليه بعيد والى ما هنالك، بس بحاجه للتواصل المستمر. طيب وايضا انت عليك تبليغ الرساله بالحكمة وموعظة الحسن، وحاسب نفسك دائما سبحان الله، حاسب نفسك دائما، هل أنا أخطأت بالعبد؟ وهل يمكن سلوكي معه كان شوي في غلظة إلى ما هناك؟ راجع نفسك دائما، ما تحط الحق عليه، هو ما خرج يعني، أو هو ما عم يستمع، دائما لوم نفسك بالأول أو لوم أي شخص ثاني. أما التوفيق الهداية فبيد الله تعالى، مين حافظ سورة الليل؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فرجيه دليل، فرجيه حجة، بصدقها تقول له هيدا أبيض، تلاقي هيدا أبيض، طيب أعطى واتقى، كان سلوكه جيد وصدق بحسنه فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، البخل مش بس المادي، البخل المعنوي، يبخل في الابتسامة على الناس، هيك متكبر إلى ما هو سلوكه مش منيح، وكذب بالحسنى تقول له هيدا أبيض، لك لا هيدا أخذها سماوي إلى ما هو، طيب فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى. فإذا نربط هذه الآية إن علينا للهدى بأن سلوك كل إنسان هو الذي يؤدي إما إلى توفيقه الهداية أو إلى بعده عنه سبحان الله. فإذا هون يعني هذه معادلة مهمة ومفيدة في موضوع الهداية من الله سبحانه وتعالى. طيب النصائح العشر، في أي أسئلة عنها أو توضيحات أو استفسارات؟
المحور في عندنا محور يعني نوعا ما طويل ومحور قصير جدا اللي هو بس قول ل قول مهم جدا يعني يتكلم عن بعض صفات الدعاء نختم فيه. بس قبل ما نختم في اي اسئله عن النصائح العشرة؟ ان شاء الله هالباوربوينت يعني مش ملكيه فرديه للجميع ان شاء الله موجوده وحنبعثها بالايميل او نحطها على اي لينك اي رابط نحملها وممكن توصل تحصل عليها ان شاء الله تستفيدوا منها تطوروها تحسنوا فيها ما في اي مانع ان شاء الله. طيب نتكلم الان عن النقد والمغالطات عن ظهر او كشف الشبهات وكشف المغالطات بشكل سريع وموجز. وهو شو يعني موضوع مهم ولكن في بعض التفاصيل في تحتاج الى بعض الدقه شيء من الدقه. انواع النقد، النقد طبعا نتكلم عن النقد او الشبهات الموجهه للاسلام او لاي دين من الاديان. طيب اولا هناك النقد الداخلي اللي هو بسموه internal critique. شو معناته؟ يعني ادعاء او زعم ان هناك تناقض بين ايتين من القران مثلا او بين ايه وحديث او بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليم الاسلام الى ما هنالك. فاذا هون ادعاء التناقض الداخلي هو اقوى انواع النقد. وهناك نقد داخلي مزعوم من بعض الناس، مثلا ان يقول بعض هناك تناقض في القران الكريم، مثال كيف تقول ان الله يغفر الذنوب جميعا وتقولون ايضا ان الله لا يغفر ان يشرك به طيب الى اخر ايه. فهم في عنا تناقض في ظاهر الموضوع ولكن ليس هناك تناقض. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن كان حيا وتاب في خلال حياته، بينما إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات الإنسان على الشرك. طبعا لما يصل الإنسان إلى الموت ما بعد الموت خلص انقطع يعني مجال التوبة أو العمل. سبحان الله، إنما التوبة والعمل تكون خلال حياة الإنسان. طيب فإذا مات الإنسان على الشرك لا يغفر له الشرك، لا يغفر، قد يغفر ما دون ذلك، يغفر الله ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن إذا كان الإنسان حيا وتاب من الشرك بالله، طيب إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا هون الرد على التناقضات الداخلية، هذه مثال نموذج. النقد الخارجي، انتقاد الشخص أو الشيء أو الدين أو منهج عبر الاحتكام إلى معايير خارجية، وهو نوعان. النوع الأول نقد خارجي ذو مرجعية عرقية أو إثنوسنتريك أو مرجعية محدودة. يحتكم النقد إلى خلفيته الثقافية أو الدينية، عنا بالضيعة مثلاً، أو من زمان كانوا هيك، أو هلأ مثلاً بيعملوا غير ما كانوا عندهم وقت الزمان بالإسلام إلى ما هنالك. طيب إذا هذا مرجعية إثنوسنتريك، فهذا ليس لها اعتبار. الإثنوسنتريك أرجيومنت أو المرجعية العرقية أو الذاتية ما لها أي اعتبار في المحاججة، ولكن هناك ما هو أعلى من ذلك بدرجة وهو نقد خارجي ذو مرجعية عالمية. يحتكم النقد الى مرجعيه او معايير متعارف عليها دوليا. يعني مثلا انتم بالاسلام ما بتحتكموا لاتفاقيه جنيف بالاسره مثلا، طيب، او مثلا بالمعركه الفلانيه ما طبقوا حقوق الانسان او الى ما هنالك. طيب فهون عم يستخدم مرجعيه متفق عليها دوليا حتى ينتقد تعاليم دين معين. رد على ذلك بكل بساطه ان احنا في عندنا منهج متكامل مستقل عن هذه المعايير التي وضعوها هون. يعني مثلا فيما يتعلق بحقوق المرأة، طيب إذا تمعنا فيما يسمونها حقوق المرأة وتمعنا في يعني مكانة المرأة في الإسلام، تمعنا أن لا مكانة المرأة في الإسلام أفضل مما هو أنهم يدعون حقوق المرأة بكل بساطة بإيجاز. يعني مثلا أنهم يفرضون على المرأة أن تعمل، نحن عندنا مش فرض أن المرأة تعمل، إذا أرادت أن تعمل ضمن ضوابط معينة مسموح لها أن تعمل، بس هن فرض أن تعمل، مسؤولة عن نفسها. يعني دائما بيقولوا بحطونا غشاوة عيون، شوفوا فلانة صارت وزيرة، فلانة صارت رئيسة، فلانة مديرة شركة، وبنفس الوقت مقابل كل رئيسة أو وزيرة أو مديرة في عندك عشرات الآلاف من النساء اللواتي يعملن في مهن للأسف يعني غير مقبولة وفيها احتقار للمرأة. سبحان الله. طيب فإذا هون يعني دائما نحن بيحاولوا يعملوا نظرنا ببعض الأمور في أعلى الهرم، طلع على أسفل الهرم تشوف إنه مكانة المرأة أو حقوق المرأة تكون ما لها أي وجود. طيب فإذا هذه أنواع النقد الذي وجه الإسلام هذا في موضوع رد الشبهات. فإذا أقوى أنواع النقد هو النقد الداخلي أو الزعم أن هناك تناقضا داخليا في الإسلام. طيب ويلي ذلك النقد الخارجي بمرجعية عالمية، بين أنه منهج متكامل ونحن لا نحتكم إلى المرجعيات الخارجية مثل حقوق الإنسان أو إلى ما هنالك أو الرأسمالية أو إلى ما هنالك من الأمور حتى نبين عظمة الإسلام. دين عظيم نبينه من خلال أحكامه وليس من خلال ما يقارن به. ومزايا عرقية مثلا أنه مثلا عندنا مثلا بالمنطقة المصاحبة عادي والناس يصاحبوا وكذا،
هيدا مثال على ذلك. او عندنا بضيعه مثلا صار له عشرات السنين ماشي على شيء معين وهو احسن من الاسلام المتعارف عليه، فانا هذه المرجعيه او هذا النوع من النقد هو نقد يعني مردود عليه بكل بساطه. هذا بايجاز فيما يتعلق بالنقد والشبهات.